صباح الخير على مشاهدي قناة المحور في كل مكان، أهلا بكم في تغطية خاصة من قناة المحور لتاني أيام الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بالنسبة للمصريين في الداخل، وثالث يوم والأخير للمصريين في الخارج. الحقيقة إنه على مدار اليوم امبارح شفنا مشاهد كبيرة وجميلة، وشفنا إقبال كبير من المواطنين على اللجان المختلفة علشان يدلوا بأصواتهم. والنهاردة بإذن الله يعني بدأ فتح اللجان، يمكن بقاله دلوقتي نص ساعة أو أكتر شوية، ونتمنى طبعا أن احنا نشوف كل المصريين قدام اللجان يدوا صورة مشرفة لمصر قدام العالم كله، علشان يبينوا أن الشعب المصري هو سيد قراره، الشعب المصري هو اللي بيقول أنا عايز إيه ورأيي إيه وشايف مستقبل بلدي هيكون إيه.